بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اولا اخواننا، يعني قبل ان نبدا بالكلمه اريد ان اوضح لكم، يعني انا اقل منكم درجه. نعم. Before I start, I want to clarify that I'm lower in status than you guys. لكن نحن نريد أخواننا في هذه الجلسة أننا يعني نتعاون على البر والتقوى. نعم. In this gathering, we wish to help together in good and piety. لماذا أتيتم؟ Why did you come here? لماذا؟ Answer. لو قال القائل هل أتيت أنت يعني مثلاً حتى تصنع هنا تجارة؟ Why did you come here? If someone were asked, did you come here to do business? زيتون أو تسوق مثلا؟ Driving. أو يعني حتى يكون لك هنا سيارة وتلبس اللباس السعودي مثلا؟ Buy a car, wear some other all of that. Why did you come here? أو للعب الكرة. Play football. لماذا أتيت؟ Why did you come? هذا يعني السؤال الإجابة عليه لابد تكون إجابة عملية ليست بالكلام. The answer has to be a practical answer, not just with words. لأن ممكن يراك إنسان مثلا أنت عند البحر مثلا ويسألك أنت طالب جامعة إسلامية؟ إيش تقول؟ Someone might see you next to a beach and ask you, are you a student at the university? تقول نعم. What do you say? Yes. ولماذا الآن أنت هنا في البحر؟ Why are you at the beach? صحيح؟ أي نعم. فأنتم إخواننا الآن والله في ليس نعمة واحدة بل نعم كثيرة. You're not in one blessing, many blessings from Allah سبحانه وتعالى. في بريطانيا كم مليون عدد السكان؟ How many people live in the UK? 60 مليون. تمام. أنت الآن واحد هنا مقابل 60 مليون. One of you is against 60 million. كيف؟ How? يعني أنت المقعد الذي أخذته الآن في الجامعة الإسلامية تحرم 60 مليون من القدوم إلى الجامعة الإسلامية وخرج لك هذا المقعد، صحيح أو لا؟ So from 60 million people, one seat is given to you. So you actually represent everyone else. مفهوم؟ فأنت الآن هنا مقابل 60 مليون. You are one person against 60 million people. مقابل مليون. 1 million people. Yeah, ممكن بعضكم يقول كثير 60 مليون، نحن ممكن 50. طيب أنت مقابل مليون واحد. So each one of you is equal to million people back home. Wait. مليون واحد ينتظر منك أنت أنك تتعلم ثم تنشر العلم تعلم. A million people are waiting for you to study and come back and teach them. صحيح؟ Right. طيب ماذا نصنع؟ What do we do? يعني كيف يعني أقضي وقتي؟ How do I spend my time؟ يا أخواننا الآن عندكم الحرم، هذا أيضا أكبر نعمة وجودكم في المدينة. My brothers, حرم is the biggest blessing you have in Medina. تقضي أغلب الوقت في الحرم. Spend most of your time in حرم. أنا أعرف كثير من الطلاب من الظهر إلى بعد العشاء وهم في الحرم. I know many students from الظهر till العصر they're in حرم. لماذا؟ Why؟ لأن الآن عندما تكون في سكن الجامعة هذا يتصل بك وهذا يدخل وهذا للطعام وهذا للكورة وهذا الإنترنت ورسائل، لكن في الحرم في الغالب أنك تقضي أغلب الوقت في العلم، في القرآن، في الدروس. نعم. Because when you are in your room in the جامعة, someone will call you, other brother will knock your door, say let's play football, let's do this, your phone and everything else, laptop. But when you're in حرم, majority of the time is spent with علم. اسأل أي طالب من الطلاب القدامى. Ask any old student. الذين تخرجوا. The ones that graduated. ترى كثير منهم. A lot of them. يقول ما تنبهت ما استيقظت من النوم إلا عندما قالت الجامعة الإسلامية خروج نهائي. He said I didn't really realize what happened until the جامعة says خروج نهائي until I went until I finished. يقول أربع سنوات مرت مثل طرفة عين. 4 years went like a blinking of an eye. ماذا حصلت؟ متى يحاسب؟ ما
متى يصنع الحسابات الآن؟ بعد خروج نهاية السنة الرابعة كيف ضاعت الأوقات ضاع كل شيء. At the fourth year when he has the visa to go home and he's finished, then he starts accountability what happened and how he lost all his time. أنت لا تقتدي بمن أضاع أوقاتهم الآن هنا. So don't follow those that wasted their time. يسافر إلى الرياض، يسافر إلى المنطقة الشرقية، يسافر إلى البحر، يريد ينظر في تضاريس المملكة العربية السعودية، الصحراء، كذا، الجمال، ما شاء الله. He comes here traveling everywhere, goes to Riyadh, goes to Sharq, goes to everywhere, goes to the beach, and goes to the mountains, the desert. I came here to explore and find out. Don't be that person. أنت لم تخلق أصلا لهذا. كيف وأنت هنا في هذه النعمة؟ You were not created for that purpose, let alone you being here now in Medina. البعض يقول طيب أنا أريد يعني يكون لي علاقة ببعض العلماء، علاقة بالكتب، جمع الكتب مثلا. نعم. Some people say I want to build links with the scholars, I want to collect a lot of books. أكثر العلماء الآن تستطيع عبر وسائل التواصل أو أكثر العلماء أحيانا حتى كبار العلماء يأتوا للمدينة، فأنت في السنتر هنا. And most of the scholars that you need they actually come to Medina, so you're at the center of all knowledge. والله إخواننا يعني أنا أقول لكم اغتنموا الأوقات أهم شيء. My brother is Sheikh said, use this time. اغتنم الأوقات في العلم والعمل. Value this time with action and knowledge. يعني بعض الناس هدانا الله إياه مثلا يقول Some people, for example. يقول أنا هنا أتيت للمدينة فقط أحفظ قرآن. نقول هذا ليس طريقة السلف. Some people say, may Allah guide them, I came here just to memorize the Quran. Shaykh is saying that's not the way of Salaf. احفظ القرآن. Memorize Quran. لكن تحفظ القرآن في كل يوم. Memorize Quran every day. تنظر في تفسير هذه الآيات اللي تحفظها. Look at the tafsir of those verses that you memorize. لا تضيع أربع سنوات في حفظ القرآن. ستة أشهر بإذن الله تتم حفظ القرآن. بعض الناس يظل عشر سنوات يقول ماذا تصنع يا أخي تعال أطلب قال أنا أحفظ القرآن. مشتغل بالقرآن. مشتغل بالقرآن المشتغل يعني حقا بالقرآن ستة أشهر انتهى من القرآن. Some people spend 4 years, 10 years trying to memorize Quran. You tell them come study. They say no, I'm busy trying to memorize Quran. Memorize Quran, but come and focus on studies. If you are really serious, you can study and memorize Quran in 6 months. وبعضهم قال أنا مشتغل في التجارة لأني أنا أريد أساعد المسلمين. Some people say I'm busy with business because I want to help the Muslims. لماذا لا تبقى هناك؟ لأن التجارة عندكم ممكن أحسن من عندنا. ممكن. Why don't you stay in your own country because business is better there than here? فأخواننا يعني لا تسمع للطلاب، لا تسمع لنصيحة الطلاب أبدا. Don't ever listen to the advice of other students. Never. لماذا؟ Why? لأنه لا يعرف شيء. Because he doesn't know anything. الآن أنت إذا مرضت. For example, if you become ill. عندك مرض خطير. You have a dangerous ailment. تذهب إلى أي طبيب؟ Where do you go? Which doctor? تذهب إلى الصيدلية وتتشاور مع هذا الذي في الصيدلية وتأخذ دواء. Do you go to pharmacy and just have a talk and take medicine he gives you? صحيح. Right? لا. No. تذهب إلى الطبيب. صحيح. You go to the doctor. الطبيب عندما يكتب لك الدواء أيضا لا تأخذ الدواء مباشرة. تذهب تشتري الدواء ثم تفتح هذه الورقة الداخلية في وصف الدواء وتقرأ تتأكد 100%. صحيح. Even if the doctor gives you the medicine, you look at the medicine, you look at the description, you make sure you understand everything, that everything's right. حتى في العلم الآن يا أخوان لا تسمع للطلاب. Even with the knowledge, don't just listen blindly to the students. لا تقتدي بالطلاب يعني أكثر الطلاب لا. Don't follow the majority of the students. لأن الطالب الآن يعني كل واحد أنتم رأيتم الآن ممكن في هذا أسبوع أو أسبوعين. كل طالب له طريق. Because every student has a different way. لا، أنت تقتدي بالسلف الصالح. You follow the salaf, the past predecessor. تسأل وتسمع كبار العلماء. You listen to the high or great scholars, the senior scholars. والله فيه أنت تعرف من طلاب جاء للمدينة ودرس 4 سنوات أو 6 أو 10 سنوات ورجع. لم يحصل شيء. You find some students studied 4 years, 6 years, even 10 years, but they have not gained anything.
حتى اللغة العربية لا يحسن أتكلم فيها. He even can't speak Arabic properly. وبعض الطلاب ما شاء الله بقي هنا راجع هناك ممكن هو يعني ليس بطال أصبح الآن عالم. Some of them spend 4 years here and maybe go back to the country and become scholars. بماذا؟ بالنوم؟ Why? Because of sleeping? باللعب؟ Playing? لا. No. إذن أنت الآن في امتحان اختبار في فتنة. You are in test or examination right now. فالله سبحانه وتعالى يريد ينظر ماذا تصنع الآن. Allah is watching what you're going to do right now. طيب نكتفي بهذا. Stop this.